مساء الخير، انا اسمعني استدراك صاحب مصنع لتصنيع الاسطمبات الدقيقه. كنت محتاج مكنه حفر، سالت في شركات كتيره كمان بره. الحقيقه سمعت وتعاملت وشفت اعمار واختبرتهم كذا مره، والحقيقه تعاملت معاهم استلمت المكنه، ومن ساعه ما استلمتها ما اتصلتش بيهم مره واحده حتى عشان يجي يعملوا صيانه. الامور تمام. مره واحده وكان في غلطه ساعه النقل، والناس تاني يوم جم وغيروا الكارته، ما دفعتش حاجه، ودي اتاكد برضو امانتهم، ودي نقطه تانية. انا في شغلي بحتاج درجه نعومه جامده جدا في الشغل، وعندي مهندس بابلي المبرمج والمصمم لغايه دلوقتي، لان احنا بنتعامل مع معادن ثمينه ذهب فضه، ما اشتكاش من اي حاجه خاصه بجوده الاسطح، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي تميز المكنه عن باقي مسيلاتها. حقيقة انا سعيد بيهم، وبتوقع لهم كمان مستقبل حلو جدا، ممكن في يوم من الايام يفوقوا انتاج بعض المكن اللي بيستورد من بره. شكرا.